فاز بالإياب 2-1 سجل أكرم عمو ناويل الهدف في المباراة كانت تحسين حافظ كرة ملعوبة ثالث مباراة تعادل الفريقان بهدف سجله هوان ملا محمد جرت في دبي يوم 6 شباط عام 2008 ضمن جولة الذهاب لكأس العالم في جنوب أفريقيا والعراق فاز 2-1 سجل الأهداف عماد محمد ونسل أكرم في مباراة الفيديو وخطيرة جول الله فرصة تبينة في على المنتخب العراقي كرة ملعوبة مرة أخرى شوف الفرصة بالإعادة ضاعت على منتخب وتم بالمنتخب الأمس نشأت يتوقع المنتخب حاول المنتخب العراقي الوطني كرة بينية ملعوبة لا نشأت هي خطرة خطيرة جول الله يا علاء كرة ملعوبة وطالت من جديد مقطوعة وعلاء عن رمية تمام نشأت إلى كرار كرار يلعب إلى يونس يونس يحاول يمر إلى كرار من جديد كرار يتعدى لاعب يلعب له هي جول 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 فرصة ثمينة للمنتخب العراقي الوطني ضاعت التسجيل ضاعت الفرصة شوف نشأت 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 يلعب تنفذ للقائم وسامان وين سامان من القائم وينقذ المرمى الصيني من إصابة جديدة فرصة لهدف للمنتخب العراقي يطيح وسامان وكرة لا يونس يتوقع يونس يونس اوه طرد 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 لدهان لين طرد لدهان يلا يا نشأت يلا يا نشأت طرد لدهان لين منتخب العراق شوف شوف ضرب واضح ويونس يتعرض الى اعتار شوف 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 ضرب واضح وفرصه ثمينه يلعب الكرة حلوة إلى الجهة البعيدة لا كرار كرار يتوقع سريع ماشي كرار ماشي 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 كرار يسدد يسدد وإلى حارس المرمى يانجز يانجز هيك الله قادر على أن يسجل الهدف يلا يا شباب يلا يا عبو هاجم الفريق العراقي هاجم الفريق العراقي الله جول 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 الله 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 يا يونس أخيرا أخيرا تنفس السعداء الله يا ابو ذنون احلى عيديه الله الله جول اقول للحيدر محمود خابت توقعاتك يا حيدر سجل العراق جول يا حيدر سجل العراق واشوف الفرحه عند حيدر محمود موجوده الفرحه عند عباس موجوده الله حيدر محمود موجوده الفرحه عند عباس موجوده الله الله كم انت كبير يا يونس كم انت رائع يا ابو ذنون كم انت كبير يا عراق كم انت كبير يا اسود الرافدين كم انتم رائعين قلتم ووصفيتم قلتم هناك عيدية للعراق الله جاء الهدف بعد طول انتظار جاء الهدف بعد طول صبر دقيقة 93 العراق الآن يذهب إن شاء الله اجلس يا كوماتسو هسه راح أقول لك الله بالخير الله بالخير يا كوماتسو الآن هدف هدف جميل الله الضغط يجب أن يثمر عن شيء كما أنت كبير يا يونس أفرحتنا كما أفرحتنا من قبل في بطولات كثيرة الله 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 مصيرة يا نشأت نشأت نشأت
كل ربو العظيم. جمهورك يقول لك بطل ويشدك بتشجيعه وياك كل احنا نضل هذا الوطن منفيعه. جمهورك يقول لك بطل ويشدك بتشجيعه وش حدهم.